أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. رسائل مكثفة ما بين مباشرة ومشفرة من المقاومة الإسلامية في لبنان إلى من يهمه الأمر، ماذا في خلفياتها وتوقيتها؟ طيران أمريكيان يطالبان بالاستنكاف عن الخدمة بسبب غزة، أي أثمان تدفع المؤسسة الأمريكية من جراء شراكتها في الحرب؟ آلاف غيبهم الاحتلال عن مقاعد الامتحانات ما بين شهداء وجرحى وأسرى، ما حجم النزيف التعليمي في فلسطين المحتلة؟ وعلى وقع الحرب سيل فبركات على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نتلافى الوقوع في فخ الإشاعات؟ سيل رسائل في دقيقة واحدة، الوجهة لمن يهمه الأمر. المضمون: خريطة صماء لفلسطين المحتلة تتنقل بين مواقع حيوية يعرفها صناع السياسة وأرباب العسكر جيداً في الكيان الإسرائيلي. والخلاصة أن من بيته من زجاج لا يرشق الآخرين بالحجارة. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسلوب. من يفكر في الحرب معنا كلما ارتفع خطاب التهويل بالحرب ترتقي المقاومة بخطاب الردع درجة وتترجم القول بالميدان. هجمات مكثفة أبرزها بالصواريخ والمسيرات تشنها نحو مواقع الاحتلال ومستوطناته شمال فلسطين المحتلة. الحرائق ومروحيات الإطفاء في صفد شاهدة على جانب من العمليات التي يقول الإعلام الإسرائيلي إنها باتت تستهدف نقاطا أمنية بعيدة عن الحدود. السيناريوهات كثيرة في الشمال ما بين أمنية ومعيشية واقتصادية. الكلام الذي قاله هذا الصباح المسؤول عن إدارة مرفق الكهرباء في إسرائيل أدخل دولة كاملة في حالة ذعر بما يتعلق بإمكانية حرب مع حزب الله. وفقا لكلام شاول جولدشتاين، بعد 72 ساعة من العتمة لن يعود بالإمكان السكن في إسرائيل. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، كيف تتكامل الرسائل العسكرية مع التطورات الميدانية على جبهة الإسناد اللبنانية؟ وثانيا، ما الأسباب التي دفعت حزب الله إلى تكثيف رسائل الردع في هذا التوقيت؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف هنا معنا في استوديو المشهدية السيد سالم زهران، رئيس مركز الارتكاز الإعلامي. أهلا وسهلا بك معنا سيد سالم، تفضل. خلينا نبدأ بالفيديو، نبدأ بسياقه، أنه بعد الهدهد، بعد عمليات نوعية، توقيته ليلا، عباراته بالإنجليزية والعبرية وأهدافه الغامضة، المقصود غموضة. الفيديو دقيقة لكن يحتاج ربما التعليق إلى ساعات وساعات طويلة. إذا أردنا أن نعرف لماذا الهدهد الآن، علينا أن نعرف ماذا حمل أو حمل الببغاء الفرنسي والبومة الأمريكية إلى بيروت. نعم، أنا كمراقب سياسي ولست خبيرا عسكريا، والحمد لله على الميادين عم نستمع لخبراء محترفين عم بيحللوا الأمور العسكرية بطريقة علمية ودقيقة. لكن هناك مشهد آخر كثر لا يعرفون هذا المشهد، هو مشهد المفاوضات السياسية، وعلى بعد بضعة كيلومترات من الميادين عين التينة، حيث يسكن دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، والذي يلتقي بالمبعوثين الفرنسيين والأمريكيين والغربيين والعرب، وينقل رسائل إلى حزب الله ويفاوض باسمه وباسم حزب الله. تلك الرسائل في الوتيرة أو في الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة التهديدات، وجاء إلى بيروت آخرهم كان آموس هوكستين المبعوث الأمريكي، وقيل يجب وقف الحرب الآن. ردت المقاومة على ذاك الببغاء الذي يردد الكلام الإسرائيلي وتلك البومة التي تخوفنا بالحرب بذاك الهدهد، لتقول عدة رسائل أو توصل عدة رسائل لمن لا يهمه الأمر، ليس اللبنانيين من خصوم سياسيين لحزب الله، لهيك ما بقى يشغلوا بالهم على تويتر وفيسبوك، مش أنتم المعنيين. لمن يهمه الأمر ليس للعرب والذباب الإلكتروني اللي هلأ عم بيعلق كما لو أنه هالهدهد راي على الخليج العربي، هو مش هيك. لمن يهمه الأمر أولا القيادة العسكرية والأمنية في إسرائيل، ولم يعد سرا أن هناك نقاشا حادا بين المؤسستين السياسية والأمنية العسكرية، ولم يعد سرا أن نتنياهو قال بالفم الملآن إن إسرائيل دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة. ونعم، داخل المؤسسة العسكرية في عدة وجهات نظر،
من تلك الوجهات من يريد الحرب لبضعة أيام مع حزب الله والمقاومة ولبنان، ومنهم من يرى أن هذه الحرب صعبة ستكون على المؤسسة العسكرية. إذا نعم بالمباشر لمن يهمهم الأمر، أولا للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأعتقد وهذا رأيي الشخصي أن حزب الله لم يعد يوصل الرسائل إلى المؤسسة السياسية، ولم يعد يعني ماذا يفكر نتنياهو وماذا يجول في عقل نتنياهو. يوصل تلك الرسائل لأن نتنياهو أصبحت مسألته مسألة شخصية، ويبدو واضحا وما نقوله الآن من خلال بعض المعلومات، ويبدو واضحا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فتحت حتى خطوط المفاوضات والتواصل مع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. يعني باختصار نحن أمام إسرائيليان، إسرائيل السياسية على رأس نتنياهو وإسرائيل الأمنية والعسكرية. وأعتقد في لحظة ما حتى لو نتنياهو أمر المؤسسة العسكرية بتنفيذ عملية غير مقتنع بها الجيش لن يذهب إليها. طيب هون نعم خبرنا بالمعلومات، لأنه كان في مؤخرا الاجتماع اللي صار رئيس الأركان الإسرائيلي مع رؤساء أركان بأكثر من دولة عربية، ومنها طبعا أيضا أمريكا ومصر والأردن والإمارات. أخبرنا أكثر يعني عسكريا الآن هذه المعلومة شو عم بصير هلأ عليها، شو الاتصالات اللي صارت حظيم. شو التهديدات اللي من بعد الهدهد كانت ومن بعد لمن يهمه الأمر، واللقاءات اللي صارت بعين التينة أيضا شو طلقت يعني. بالرسائل والمبعوثين أشكال وأنماط، في مبعوثين سياسيين بيجوا حاملين رسائل من الحكومة الإسرائيلية، في مبعوثين أمنيين، ومصر مدير السي آي آي وقت اللي كان موجود بالدوحة أرسل عدة رسائل من إلى على. بعض تلك الرسائل كانت نقلا عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. نعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تخشى هذه المواجهة، ونعم حزب الله في تلك الرسائل يقول لهذه المؤسسة العسكرية أنكم مكشوفون أمامنا. نعم هناك صراع استخباري استخباراتي عسكري أمني عالي بين حزب الله وجيش العدو الإسرائيلي، ونعم جيش العدو الإسرائيلي لديه القدرات على تشخيص بعض قادة المقاومة واستهداف بعضهم، لكن أيضا الحزب يقول نحن لدينا القدرة على أن نحدد أهداف مخفية، مؤسسات أمنية حساسة. ومش كتير دقيق اللي عم يحكي الإعلام العبري عن الأهداف اللي طلعت بفيديو الدقيقة، لا في أهداف حتى المقاومة محتفظة لنفسها أن تسميها وتحددها، لأنه بعتقد حتى الإعلام الإسرائيلي ما بيعرفها. تعرف المؤسسة الأمنية والدولة العميقة بإسرائيل يقول حزب الله لتلك المؤسسة لهذه الدولة العميقة أننا نعرف جيدا كل المراكز الحساسة في دولة الكيان إسرائيل، ونحن قادرون على أن نصور في المرة الأولى وعلى أن نستهدف في المرة الثانية. وكوني أكيد ست علا، حزب الله ما كان رح يكشف عن هذه الإمكانيات اللي عنده لو أن هناك أمر ما لم ينتهي. يعني حزب الله مش رح يطلع ويقول أنا صورت وبعد في شيء ما تصور صور كل شيء. لهيك كشف حزب الله في هذا التوقيت، كشف حزب الله أولا لأنه تقنيا أنهى عملية المسح، واليوم لدى المقاومة مسح شامل لكل بقعة في إسرائيل. ولأمر ثاني هو الرسائل السياسية والمفاوضات والرد طيب. على تلك الرسائل بهذه الرسالة الحاسمة. ليه بده يطلع وراءه حزب الله؟ يعني رغم أنه في خشية حدثني، هذا لا يعني أنه في أيضا خطط تم وضعها على الطاولة، وفي دعم أمريكي علني صار بالأمس من الولايات المتحدة الأمريكية كلام بايدن أنه في حال دخول مواجهة في دعم تام. ليش شو اللي عرف حزب الله انه موجود على الطاوله حتى عم بيبعث هيدي الاوراق؟ سؤال مركب بدي افككه شوي وجاوب عن كل وحده لواحد. اولا لا حزب الله ما طلع اوراقه على الطاوله، طلع منها. ورقه على الطاوله منها وبعد في اوراق كثير مخفيه. الامر الثاني اذا انتبهت يا حضرتك طلع خبر انه قياده المنطقه الشماليه صدقت على خطه عملتيه للجيش من اجل عمليه موسعه في جنوب لبنان، ودائما عم بتكون عبارة في جنوب لبنان مش في عبارة لبنان، كما لو أن هناك رأي للمؤسسة العسكرية يقول بأن تبقى المعركة في هذه الحدود. وخلينا هيك نرجع بالذاكرة بين أزار ونيسان وأيار وهلأ حزيران، إذا منراقب وتيرة عمليات المقاومة لا في فرق، بلشنا بعمليتين وثلاثة وصرنا بعشرة وصرنا بخمسة وأكثر. وبالتالي يقصد الجيش الإسرائيلي أن يقول أنه يريد حرب محدودة في شمال الليطاني مع حزب الله، يمكن تكون بدل 50 غارة 500، يمكن
لكن أبي لكوني أكيدة بدل 40 مسيرة انقضاضية راح يكون في 400. وبالتالي باختصار جوابا على السؤال، عندما أخرجت قيادة المنطقة الشمالية خطتها، أخرج حزب الله هذه الورقة ليقول ونحن لدينا خطط ولدينا أهداف أبعد من شمال الليطانة والمستعمرات على الشمال. الإسرائيلي عم جرب يقول لتكن مبارزة في عمق 7 كيلومتر عند الحدودين. المقاومة عم تقول له لا، مين قال لك 7؟ فيهم يكونوا 7 و17 و70 كمان. وبالتالي لا، هذه رسالة. الأمر الثاني، إيه مظبوط، القوى الغربية الأمريكية عم بتقول لكل الأصدقاء ومنهم أصدقاء ينقلون رسائل إلى لبنان أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذه الحرب. لا تريد هذه الحرب مش حبا فينا، لا، حبا بإسرائيل، لأن قيادة المنطقة الوسطى تعرف كثير منيح ست علا ماذا يمتلك حزب الله من قدرات. وإذا بتذكري قبل طوفان الأقصى، يوم اللي تم قصف يمكن 100 صاروخ كاتيوشا من قبل حماس من جنوب لبنان، يومها أنا بعرف بالمعلومة بالتفصيل كيف تدخلت وزارة الدفاع الأمريكية عبر وسطاء للقول لحزب الله لا نريد اشتعال هذه المعركة. وزارة الدفاع الأمريكية قيادة المنطقة الوسطى هي مش خايفة علينا، هي خايفة على إسرائيل طبعا. واحد اثنين، لا، الأمريكي عنده قدرات تجسسية عالية ويعلم جيدا الترسانة الكبيرة والواسعة لحزب الله. والأهم من هذا كله أن الإيراني أبلغ الأمريكي عبر أكثر من وسيط، سلطنة عمان وقطر وغيره، أنه أي معركة موسعة مع لبنان ستكون إيران وكل المحور جزء من جبهة الانغماس وليس الاستاد. وعليه إذا جمعنا كل هذه الحواصل ندرك أننا أمام لحظة حساسة، صحيح وفق الحسابات ليس من مصلحة إسرائيل هذه المواجهة، لكن السؤال هل تتصرف إسرائيل اليوم بمنطق؟ لو إسرائيل عم تتصرف بمنطق كان لازم بغزة بعد أسبوعين توقف الحرب ونروح عملية تبادل أسرى. طيب رح أرجع لك، لأنه جالنت بواشنطن وقال سنناقش موضوع غزة وموضوع لبنان، وإذا ما حصل يعني أي جولة كيف سيكون شكلها، كيف شكل الدعم الأمريكي، سيكون مقتصر على السلاح أم سيكون في تدخل مباشر؟ سأعود إليك للحديث عن كل هذه النقاط والتهويل اللي واضح أنه من الأمس حتى اليوم عالي جدا. ابقى معنا سيد سالم. لمن يهمه الأمر، في تل أبيب وعواصم حلفائها بعثت المقاومة الإسلامية في لبنان رسالتها الجديدة، وهي عبارة عن فيديو استند إلى خريطة صماء لأهداف إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة. من أبرز النقاط اللافتة في الفيديو أنه في خطوة نادرة تضمن ترجمة لكلام السيد نصر الله إلى اللغتين العبرية والإنجليزية. الترجمة وضعت باللون الأحمر عندما يؤكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة ستخوض الحرب بلا ضوابط أو قواعد أو أسقف في حال فرضت عليها. نفهم لاحقا من الفيديو أن تجاوز القواعد والأسقف يعني استهداف مواقع حيوية تضمنها الفيديو من دون تسميتها بالاسم. يشمل ذلك أحداثيات لخطوط عرض وطول في البحر الأبيض المتوسط. الغموض المقصود موجه بطبيعة الحال إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي انشغلت بتحليل أسماء المواقع المشار إليها. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن شمول الفيديو ميناء أسدود ومصافي نفط في حيفا وقاعدة أقمار اصطناعية في منطقة يهود والنقب، والأهم من ذلك مجمع هاكريا الذي يضم وزارة الأمن الإسرائيلية وهيئة الأركان ودوائر حكومية عديدة. وكل هذه الأسماء أشار إليها الإعلام الإسرائيلي ولم تظهر إطلاقا في فيديو المقاومة الإسلامية أو حتى بياناتها، انطلاقا مما سلف. تتحدث التقديرات الإسرائيلية عن وجود الصناعات الأمنية الإسرائيلية في صلب استهدافات المقاومة، وآخرها شمل معهد لشيم الأمني في مستوطنة كرمائيل وهو تابع لشركة رافائيل الرائدة في مجال التكنولوجيا الدفاعية. هل تود الإضافة سيد سالم على هذا؟ نعم، الأهداف العرض، الأهداف نوعين. في هدف عسكري لكتيبة، كتيبة 91 مثلا بسلاح الجو الإسرائيلي، فيهن ينقلوها هلأ من مطرح لمطرح، لكن هذه الأهداف الكبيرة والواسعة اللي وضعها حزب الله من المستحيل نقلها. يعني وقت اللي بنحكي عن مصفاي او بنحكي عن مينا او بنحكي عن مرفأ او بنحكي عن مؤسسه صناعيه على مساحه كيلومترات، لا، حزب الله حدد هذه الاهداف دون ان يسميها ليقول للاسرائيليين انه ما تم قد تم، المسح انتهى،
الصواريخ مجهزة وحاضرة ومش بحاجة حتى لأمر عمليات من القيادة المركزية، لا، قيادة المقاومة الميدانية إذا ما اشتعلت الحرب الواسعة عندها أهداف مسبقة محددة بتكبس كبسة زر وبتطير بدون إذن القيادة. شو عم يعمل ده بواشنطن؟ لا، هذا الفيديو مش ليقول إنه الحرب قربت، لا، أنا بقرأ هيدا الفيديو ليقول إنه الحرب أبعد، لأنه الإسرائيلي إذا ما غاطى هذه الحرب سوف تكون الخسارة كبيرة. قال أنت عم يعمل أمرين، الأمر الأول عم بيحضر حاله ليكون بديل عن نتنياهو، لأنه واضح الطلاق وقع بين إدارة بايدن ونتنياهو، واضح أنه نتنياهو غرقان مع فريق ترامب، وفريق ترامب من أسبوع كان بإحدى الدول الخليجية العربية وكان عم يلتقي بإسرائيليين قريبين من نتنياهو، والتقى ببعض الشخصيات السياسية العربية وقال لهم نريد أن لا يكون الاتفاق مع إدارة بايدن وأن يؤجل هذا الاتفاق وصولا إلى إدارة ترامب. لكي يخسر بايدن الانتخابات. يعني واحد من أسباب أنه الحرب عم بتطول مع نتنياهو لا يخسر بايدن ويربح ترامب. مقابل اليوم ماذا الجالي سيأخذ ماذا من ترامب نتنياهو؟ اليوم الجالية العربية والمسلمة تكاد تكون الصوت الراجح في الانتخابات، تكاد تكون الصوت الراجح في الانتخابات، يلعب على هذا الوتر نتنياهو. ونتنياهو من أب يهودي أمريكي عاش كل حياته بأمريكا وبيعرف التركيبة وصناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب بيعطيه اثنيناتهم بيوقفوا الحرب، بس ترامب بيحمي مستقبله السياسي انه ما يفوت على الحبس. واليوم نتنياهو عم بيدور على مساله شخصيه، هذا مش راينا، هذا راي الاعلام العبري، هذا راي السياسيين العبريين. اذا جالنت اولا يريد في الدرجه الاولى ان يؤمن مستقبله السياسي، وما تنسي المحكمه الجزائيه الدوليه وغيرها والمذكرات التوقيف اللي كمان مشكله مشكله حقيقيه للقياده العسكريه والسياسيه الاسرائيليه. والأمر الثاني، خلينا نذكر المشاهدين، في بداية الحرب، في بداية 7 أكتوبر وصلت البوارج الحربية الأمريكية لسواحل البحر الأبيض المتوسط، وبوقتها روزفلت بالبحر الأبيض المتوسط. نعم، هلأ مرق الطريق من شو؟ من رقبة أيزنهاور هربانة هلأ من عند الأخوة اليمنية أيزنهاور. نعم، رجعوا الطريق. هلأ نعم، مرق الطريق من عنا وفلة. لكن خلينا نرجع لورا 8 9 10 اكتوبر، لا، البوارج الحربيه الامريكيه كانت على الشاط، ومبعت رساله لحزب الله عبر اكثر من وسيط في قناه سياسيه لبنانيه، ان قال ان تلك البوارج موجوده ليس للانخراط في المواجهه مع اسرائيل بل لمنع نتنياهو من توسيع الحرب. اليوم جالنت يبحث مستقبله السياسي اولا، وضعه القانوني ثانيا، والامر الثالث اذا ما وقعت هذه الحرب، شكل هذه الحرب وحجم هذه الحرب، مع الإشارة لأنه كل المشاهدين بيقولوا في حرب أو ما في حرب. لا، الحرب درجات. هل نحن عم نحكي عن حرب شمال الليطاني؟ هل نحن عم نحكي عن حرب جنوب لبنان؟ هل نحن عم نحكي عن حرب في بيروت وتل أبيب؟ وبالتالي النقاش في أكثر من سيناريو. واليوم بطل سر أنه عم يجرب الإسرائيلي ياخد إذن من الأمريكي أو تغطية من الأمريكي لحرب 4 أيام. بس الحزب الله عم بيقول بهذا الفيديو أنه مين قال الحرب إذا بلشت انه بتخلص ب4 ايام؟ مين قال انه انت بتمتلك صافره انتهاء الحرب؟ دائما في كل الحروب اذا بتراجعي ست علا، يعني بالحرب الاولى وبالحرب الثانيه مع لبنان وبكل الحروب مع العرب اللي خضتها الدوله العبريه، للاسف صافره انتهاء الحرب بايد الاسرائيلي. بيقول لهم لمجلس الامن وقفوا اطلاق النار، بوقفوا اطلاق النار، نحن دائما بنلتزم وهو بيلتزم وقت اللي هو بده. طيب، لانه انتهى وقتنا، هالمره الامور قد تكون مختلفه، ما الذي حصل بعد فيديو الامس؟ تهديدات أو حتى على صعيد الاتصالات؟ حدثني أنه في بهذا الموضوع أو ضغوطات، حدثني بالمعلومات إن كان في، شو اللي صار على صعيد الاتصالات ومع من والتهديدات؟ مش عم توقف الاتصالات، سواء الاتصالات مع أمنيين لبنانيين أو مع سياسيين لبنانيين. مفادها هل اقتربت الحرب؟ هل حزب الله سيبتدئ بهذه الحرب؟ لأنه اليوم تغير السؤال، كان السؤال هل نمنع إسرائيل من أن تشن حربا على لبنان؟ اليوم عم يسألوا الغربيين بعد الفيديو، وهذا في المعلومة وليس في التحليل، هل يقدم حزب الله بداية على هذه الحرب؟ وتذكريني بالأيام اللي جاية رح تبلش تقري مقالات عبرية. ليه مصرين على السؤال رغم أنه نفى الحزب أنه هو يبادر لهذه الحرب؟ لأنه بيعتقدوا أنه أبو الحرب النفسية سماحة السيد حسن نصر الله عم يشتغل فيهم، ويمكن معهم حق.
خلينا نفوت على الحرب النفسية، خلينا نروح شوي لموضوع التهويل. وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية نفى ما زعمته صحيفة التلغراف بشأن وجود أسلحة في مطار بيروت، وفي مؤتمر صحفي أكد حمية أن المطار يتعرض للتشويه، داعيا وسائل الإعلام والسفراء إلى زيارة ميدانية لمرافق المطار. قمنا بالاتصال بالأستاذ كامل اللي هو نائب رئيس الاتحاد النقل الجوي للشرق الأوسط وأفريقيا، كامل العوض، الأستاذ كامل العوض، وتحدثت معه شخصيا وسألته، يعني هذا الموضوع منسوب للاتحاد النقل الجوي. أخبرني بالشكل التالي: معالي الوزير، هذا الخبر عار عن الصحة، ونحن ما عطينا أي بيان أو رسالة أو تحدثنا مع التلغراف، ونحن ننفي نفيا قاطعا ما ورد في مقال التلغراف. نحن بندعي اليوم من المطار كل وسائل الإعلام وكل السفراء دون استثناء أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم، بكرة 10:30 صباحا تجمع بصالون الشرف، حنعمل زيارة ميدانية لمن يرغب على مستوى سفير أو من يمثله، إضافة لوسائل الإعلام، بكرة 10:30 صباحا على كل مرافق المطار. أعود إليك سيد زالم، يعني وزير الأشغال بشكل سريع جدا عمل هيدا المؤتمر ورد على التلغراف اللي حكي بتفاصيل غريبة، وفي منها يعني حتى النقل الدولي نفى أنه يكون عطى هيك تصريحات وأخذ شهادات من موظفين بالمطار أنه عم بفوت صناديق غريبة عم تأتي من إيران، يعني بالتفصيل مقال طويل ومفصل حول هذا الموضوع. هيدا إجا بعد ربما أخطر تهويل كان فيما يتعلق بالمطار، وكأنه تشريع لضربة قد تكون محتملة أو يريدون أنه اللبنانيين يفكروا بهذه الطريقة أنه يكون في ضربة محتملة بالشكل قبل المضمون. بس خلينا نحكي أنه كان في فيديوهات قبل تتحدث عن أنه في 250 ألف لبناني غادروا عبر المطار، وكثير دول سحبت سفراء، وإلى ما هنالك كنت تابع حضرتك يعني من بارح. بالشكل قبل المضمون مقال التليجراف صار معدل أونلاين 3 مرات، صح؟ يعني بيشيلوا منه مقطع بيرجع بمحه وبيرجع حاطين اسم بيحطوا مصدر، وهذا مهنيا، وانا ابن هالمهنه مثل ما حضرتك بنت هالمهنه، مهنيا بدل انه هذا المقال ركيك وانعمل على عجل، منه محضر منه مطبوخ بطريقه صح. اثنين، للاسف وسائل اعلاميه عربيه وفضائيات عربيه الى اسبوع عم تحكي عن مطار بيروت. السبب باختصار، مش هينه مطار بن غوريون عجقت مستوطنين خليهم من اسرائيل، اسرائيل اللي انبنت كلها على فكره تجميع اليهود من شتات العالم، مطار الشهيد رفيق الحريري في مئات الالاف القادمين من سواح ومغتربين. مش هينه ابدا انك تشوفي هالمطارين بنفس التوقيت، مطار عم بفلوا منه 17 طياره بنهار على قبرص لوحدها، جزيره القريبه من لبنان ومن فلسطين المحتله، بالوقت اللي عندنا نحن عشرات الطائرات، وهلا من كم يوم اشترت شركه طيران الشرق الاوسط طياره جديده ودخلتها بالقصة. بس هيك خلفيه الموضوع هذه واحده. واحدة تانية، طيب وقت بتشوف الناس عشاط صور عم يتسبحوا ويزقفوا ويغنوا لجوليا بطرس أو مع أغاني جوليا بطرس، وتاني مايلة كل النهر فاضي وكل البحر فاضي وكل الشط فاضي، لا، في العقل التلمودي اليهودي هذا المسألة ليس بمسألة تفصيلية. الأمر التاني، خلينا نرجع للهدهد، الهدهد واحد والهدهد اثنين، وأنا برأيي هيدي مش منفصلة عنا. وقت اللي أنت عم بتصور له المطارات والموانئ هو عم يطلع لك إشاعات. النقطة الثالثة، عندك شك انه الطيران والاقمار الاصطناعيه الاسرائيليه عم بتصور مطار بيروت 24 ساعه؟ بعدين طول صاروخ فاتح، شو بتحملوا طياره؟ ما مش بحاجه، ما حزب الله وايران راحوا قاتلوا بسوريا وحطوا دم غالي بسوريا من اجل ان يبقى المعبر البري مفتوح من طهران الى بغداد الى دمشق وبيروت، الخطوط البريه مفتوحه، واصلا المصانع تصنيع الصواريخ والمسيرات بحزب الله أصبحت ربما كافية ووافية. صواريخ الدقيقة أساسا صارت موجودة بمخازن حزب الله من سنين طويلة، هن بيعرفوا أكثر منك ومني أنه مش صحيح الحكي، وأنه مطار بيروت ولا مرفق بيروت تستخدمهم المقاومة للنقل أصلا لوجستيا من المستحيل زق صواريخ كبيرة عبر المطار والطائرات. سالم زهران رئيس مركز الارتكاز الإعلامي، كل الشكر لك على المشاركة. Thank you.
إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسلحة. يفكر في الحرب معنا سيندم. نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن عسكريين أمريكيين طالبهما الحصول على وضع المستنكف ضميريا من الخدمة في الجيش بسبب الدعم الأمريكي للاحتلال. ونقلت الشبكة عن الطيار الأمريكي الذي وصفته بالمخضرم قوله إنه لم يعد بإمكانه تجاهل دور الحكومة الأمريكية في الحرب بما في ذلك دعمها العسكري والدبلوماسي والاستخباري للاحتلال. طيار أمريكي آخر يدعى لاري هيبرت أكد أن الفظائع المرتكبة في غزة دفعته إلى التشكيك في المشاركة في نظام عسكري يساعد في إدامة القتل، واصفا العدوان على غزة بالإبادة. حول هذا الموضوع معنا مراسل الميادين محمد كريم، مراسلنا في واشنطن. يعطيك العافية محمد. بداية، إلى ماذا تؤسس هذه التحركات وهل تعد سابقة؟ يعني بداية، هذه التحركات هي تجذرت يمكن القول منذ حرب فيتنام في السابق، عندما قام الآلاف من الضباط والجنود الأمريكيين بالاعتراف على هذه الحرب عبر المستنكف ضميريا أو عبر قيامهم بتحركات أخرى للتظاهرات أو لجهة حتى حرق بطاقاتهم العسكرية. ومن ثم تكررت ما بين عامي 2006 و2007 عندما قام نحو أكثر من 3000 ضابط أيضا أمريكي وجندي بالاعتراض على الحرب الدائرة في العراق وأفغانستان، وعبروا ذلك بصريح العبارة حتى لممثليهم داخل الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ. واليوم تتجدد هذه المسألة عندما يقدم عدد من الضباط الأمريكيين بالانخراط في مسألة المستنكف ضميريا. ولكن هذه المرة ما يختلف عنها هو أنها جاءت أيضا برعاية من تحالف مكون من المحاربين القدامى وأيضا من منظمات مناهضة للحروب في الولايات المتحدة، هي من تقوم برعاية هؤلاء الضباط وتوضيح الإجراءات القانونية التي يمكن أن يقوموا بها من خلال هذا الاعتراض، وأيضا توضيح لهم فكرة ما يجري حقيقة الأمر هناك في المنطقة. لكن السابقة، وهذه النقطة المهمة ولعلها الأبرز، هي أنها تأتي في للمرة الأولى دعما للشعب الفلسطيني ودعما للقضية الفلسطينية وحق هذا الشعب في النضال. طيب، هل مستنكف ضميريا هذا التحرك هو تحرك وحيد؟ هناك عدة تحركات في الجيش الأمريكي منذ أكتوبر وبدء العدوان على غزة وحتى يومنا هذا، ولربما استقالة الضابط الطيار رايلي ليفرمور وهو آخر ضابط ربما وربما لن يكون الأخير ممن قدم استقالته احتجاجا على ما وصفه بتواطؤ الرئيس بايدن ووزارة الدفاع الأمريكية في الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة.
هذه الاستقالة هي كانت جديدة بالنسبة لاستقالات أخرى، هنالك نحو 9 استقالات بارزة حصلت داخل الجيش الأمريكي، وسمحت لي أذكر أهم هذه الاستقالات هو لضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية هاريسون مان، وهو يهودي، وهذه نقطة مهمة، قدم استقالته احتجاجا على الدعم اللامشروط لإدارة بايدن لإسرائيل في حربها. فقط لنستغل الوقت لأنه انتهى من هنا، كيف يمكننا أن نفهم المزاج للمؤسسة العسكرية الأمريكية، وهل هذا الذي يحصل، هذه التحركات لها فاعلية، ممكن أن تحدث فرق؟ هنا يمكن الحديث باختصار على مستويين، المستوى الأول هو الشعور السائد اليوم ما بين الضباط والأفراد العسكريين الأمريكيين، وهو شعور يتراوح ما بين الذنب ويتراوح ما بين الغضب، وكذلك ربما الإحباط من التواطؤ للمؤسسة العسكرية وأيضا للإدارة السياسية. وعلى المستوى الآخر هو كيف تعامل الإدارة الأمريكية، هي لا تكترث بهذه التحركات، ليست الإدارة فقط بل حتى المؤسسة العسكرية، وخير من عبر عن ذلك هو ربما منسق أو مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، عندما قال أن خيارات وقرارات البيت الأبيض هي لا تأخذ بالاعتبار مطالبات التحركات أو المطالبات والتحركات الشعبية، وحتى ربما الاعتراضات التي تحدث داخل من قبل الأفراد ممن يعملون داخل الإدارة الأمريكية. علا محمد كريم مراسل الميادين كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. هنا بلدة بني سهيلة شرق خان يونس، أصيب المنزل لكنه لم يسقط، نجمعه حجرا حجرا، نملأ جدرانه المتصدعة بأنفاس أطفالنا وضحكاتهم، أسرتهم الصغيرة أجهز عليها الاحتلال، فليكن نفترش الأنقاض ونلتحف الأسقف الآيلة للسقوط ونبقى، فلنا الحاضر والمستقبل ولهم ساعات معدودة من وقتنا، هم المارون بين الكلمات العابرة. فاصل ونواصل بعده المشهد. من جديد أهلا بكم. امتحانات الثانوية العامة انطلقت في فلسطين، لكن الآلاف من الطلاب غيبهم الاحتلال بفعل القتل والاعتقال، فكيف يبدو المشهد التعليمي في عموم فلسطين المحتلة، وكيف تخطط وزارة التربية والتعليم لمقاربة الوضع في قطاع غزة حيث التعليم لم يسلم من حرب الإبادة؟ قصة كبيرة في قلبي، لأنه انحرمت من التعليم وانحرمت من آخر سنة حياتي والمفروض أتأهل منها للجامعة، انحرمت منها للأسف بسبب الحرب. حول هذا الموضوع معنا من رام الله المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين المحتلة سيد صادق الخضور. سيد صادق أهلا وسهلا بك معنا، دعنا بداية وإياك نتوقف عند الواقع التعليمي في فلسطين ومنه ندخل لنتحدث عن موضوع الامتحانات وكيف يجري الآن. يعني الواقع التعليمي، طب توقعاتكم بداية الواقع التعليمي لعل أبلغ ما عبر عنه وصف لخبراء الأمم المتحدة إنه هناك إبادة تعليمية. مقولة استهداف البشر والحجر تنطبق على قطاع التعليم على اعتبار أن 90% من الأبنية المدرسية في قطاع غزة تعرضت لأضرار، 50 مبنى جامعي تقريبا تتبع لسبع جامعات، أيضا نتحدث عن 8000 طالب مدرسي شهيد، نتحدث عن 500 طالب جامعي، نتحدث عن 350
من الكوادر التعليمية، عن 100 من الكوادر الجامعية، عن 13,000 طالب جريح منهم 2,000 ذوي الإعاقة. وبالتالي أيضا نتذكر دائما أنه 630,000 طالب وطالبة حرموا من الذهاب إلى مدارسهم منذ السابع من تشرين أول، 88,000 طالب جامعي. كل هذه الأرقام أيضا الكمية أيضا يجب أن نستذكر معها الأضرار المعنوية، الجانب المختص الفاقد التعليم والجانب النفسي الاجتماعي، على اعتبار أنه طلبة غزة تعرضوا لويلات. ودائما نقول أن ترميم هذا المبنى أو ذاك قد يعيد المبنى إلى سابق عهده، لكن ترميم النفوس التي تهشمت وتضرت نفسيا هذا الموضوع يستغرق وقتا طويلا. ونختم بأنه إحنا أيضا نستذكر بأنه بالأمس انطلق امتحان الثانوي العامي، لدينا 450 طالبا شهيدا من طلبة هذا الصف تحديدا، 39,000 من طلبة قطاع غزة حرموا من التقدم امتحان الثانوية العامة لأول مرة منذ عقود. طيب وهنا الخطة ماذا؟ الخطة احنا يعني دائما حين نوازن بين الحق في التعليم والحق في الحياة نقول بأنه الحق في التعليم مهم لكن الحق في الحياة أهم. وبالتالي مع انتهاء هذا العدوان فور انتهاء لدينا خطة مكتملة للأركان للصفوف جميعها وخطة خاصة للثانوية العامة. لكن بالتأكيد الخطة العامة هي إجراء مسح شامل لواقع الحال، لأنه دائما نعرض هذه الأرقام ونقول تقريبا وأكثر منه حتى الآن. لدينا أيضا لابد من توفير بدائل بدل المدارس اللي هدمت، نحن بحاجة إلى 4500 غرفة صفية تعمل بنظام الفترتين. أيضا تدخلات في الجانب التعليمي الفاقد التعليمي وتدخلات في الجانب النفسي الاجتماعي. طيب أتحدث معك عن انطلاقة امتحانات الثانوية العامة، ما الخطة لمن حرموا وكيف سيتم التعاطي بالموضوع، وعلى أي أسس أيضا من يقدمون الآن امتحانات يتم وضع امتحاناتهم، لأن الواقع النفسي حتى لهم ليس أقل يعني وطأة. نعم، يعني لمن خرجوا خارج قطاع غزة وعددهم 1320 طالبا وطالبة، كان فترة إعداد وتهيئة لهم في المراكز التعليمية وعبر توظيف عديد المنصات. الآن أيضا هناك جانب مرتبط بالتهيئة النفسية لهم قبيل دخول الامتحانات وأيامها صباحا. للذين لا زالوا داخل قطاع غزة كان الأهم شيء أن نرسل لهم رسالة بأن احنا ملتزمون بإنقاذ هذا العام الدراسي، ملتزمون بتقديم امتحان الثانوي العام. وصدر قرار من لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي بعقد دورة خاصة لهم متى ما انتهى هذا العدوان، وتم استيفاء الحد الأدنى من المدن. يعني الخطة هي أولا توفير أماكن اللي يدرس فيها الطلبة، ثانيا إعطاهم المادة المكثفة في إنجاز التعبير المقلصة اللي بتركز على الأساسيات، ومن ثم منحهم الفرصة للتقدم لامتحان الثانوية العامة. بالمناسبة امتحان الثانوية العامة ثلاث دورات، دورة في شهر 6، دورة في شهر 8، دورة في شهر 12، ولكل دورة عدد محدد من المباحث. لطلبة غزة فتحنا المجال أمامهم حتى لمن خرجوا بأن بإمكان الطالب في الدورة الثانية والثالثة أن يتقدم لأي عدد مفتوح من المباحث. وأيضا القرار لجنة الامتحانات العامة لوزارة التربية هو عقد دورة خاصة لهؤلاء الطلبة متى ما انتهى العدوان وتم استيفاء الحد الأدنى من المادة. طيب حدثنا أيضا عن الأسرى، لأنه نعرف أنه لهم آلية خاصة، حدثنا عنها. ماذا عن هذه يعني هذه السنة، هل اختلفت الأمور خاصة بعد طوفان الأقصى، في مضايقات؟ الأسرى بالتأكيد يعني مصير، إحنا كل عام بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين يتم عقد امتحان الثانوية العامة للطلبة الأسرى ولمن يرغب ممن هم داخل السجون. لكن الموضوع هذا العام بالتأكيد مجهول في ظل ما يتعرض له الأسرى من تضييق. لا زال الوقت مبكرا عن المصير، لكن لست متفائلا على هذا الصعيد باعتبار أنه التضييق وتشديد الخناق كما حدث في إحدى السنوات قبل سنوات تم حرمان الأسرى أكثر ما نخشى أن يتم حرمانه. وبالتالي هذا الموضوع أيضا سابق لأوانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمكن من عقد الاختبار لهم كما جرت العادي في كل عام، وأن نتوج ذلك. إحنا عادة نقدم الامتحان نصدر النتائج في شهر 12 تقريبا كانون أول من كل عام، يعني هذا الموضوع أصلا يتأخر زمنيا السابقة، وبالتالي
طلبة الثانوية العامة لم يتقدموا الامتحان هذا العام. صادق الخضور المتحدث باسم التربية والتعليم، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. تنتعش الفبركات هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرب وشيكة في لبنان، فكيف أتاح العالم الافتراضي للمعلومة الخاطئة بالتسلل إلى مواقع إخبارية مرموقة؟ وكيف يمكن لنا التحقق من الأخبار والمواد الفيلمية الكاذبة؟ نتابع هذا التقرير ونعود. وحول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو المتألقة دائما لارا وهبي، مهندسة ذكاء اصطناعي. لارا أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا. فعلا يمكن هيدي الفترة هلأ بالذات لازم نعرف كيف نكتشف الأخبار المفبركة، لأنه من امبارح لليوم عم نشوف كتير أخبار مفبركة، رح نحكي عنها بالتفصيل، لكن خلينا بداية نعرف الآلية. يعطينا على مثال كيف فينا نعرف الأخبار المفبركة والفيديوهات المفبركة. شكرا لك على لأنه هذا التهويل عم بيأثر أكيد على الناس أكيد. بطريقة سلبية. مثل ما تفضلت، اليوم نحن كتير بوضع حساس إقليمياً وعالمياً، وهذا الشيء بيحتم علينا أن نكون نحن واعيين جداً للأخبار اللي بنتلقاها. فمثل الخبر اللي انتشر عن صحيفة ذا تيليجراف، اللي هو أكيد كل العالم اليوم عرفت عنه وشاهدنا على تويتر سابقاً أكس، كثير تغريدات بتحكي عنه انه حزب الله عم يستخدم مطار بيروت الدولي، مطار رفيق الحريري الدولي عفوا، لحتى يخزن فيه اسلحه ويستورد اسلحه والى ما هنالك. الصحيفه اللي نشرت هذا الموضوع هي صحيفه ذا تيليجراف، فانا كمواطن عم بتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي او عم بتصفح على اكس او على اي مكان معين، بلاقي هذا الموضوع انطرح، بروح بسال حالي سؤال كتحقق، اول خطوه بقوم فيها، ومن هي الجهه المعنيه يلي طرحت هذا الموضوع؟ لما انا بجي بلاقي انه هي صحيفه اسمها صحيفه ذا تيليجراف، سواء انا بعرف عنها قبل ولا ما بعرف عنها، واجب اني اروح افتش. الخطوه الاولى يلي بدي اعملها بدي اوقف، اعمل ستوب. ستوب لشو؟ للنشر، لانه مثل ما بتلاحظي مثلا هيدا احد هيدا الاخبار دغري كان مرفق بتويتس او بتغريدات بتقول انه مطار بيروت سوف يقصف، وصار في هلع وقلق بال وسائل اعلام عربيه، وسائل اعلام عربيه صار في ما بعرف بدنا نسميها يعني مناقشات ولقاءات وما بعرف شو تفاصيل انه مطار بيروت رح ينضرب ونحن حطينا حالنا بحاله حرب وتاهبنا. فهون نحن لازم نتوقف اولا انه نحن ننشر هيدا الاخبار. لما انا اليوم بخاف من هذا الخبر كمواطن قاعد بلبنان او باي دوله بالعالم، بوقف، لانه اعاده نشره بتساهم بزياده الهلع، بزياده القلق عند المواطنين كلهم، عند الافراد جميعا، وزياده يعني بتساهم كمان بزياده الاخبار المفبركه، لانه احتمال هذا الخبر يكون مفبرك 50%. بس انا لهون بعدني ما بكون عرفت اذا مفبرك او لا، ما بكون عارف، بكون فيني اعرف. ثاني شغله بعملها، بروح بفتش على مصادر موثوقه، ولا مثلا اليوم انا لارا وهبه بعتبر انه للتليغراف مش مصدر يعني صحيفه مرموقه. مرموقه، ولكن اذا نحن بنجي نشوف مثلا، هلا نحن فتنا على صحيفه التليغراف، هذه هي الصوره يلي انتشرت مع صحيفه التليغراف. مفروض اذا هيدا الخبر ما صحيح لازم تكون يعني لازم تكون بعد غيره من الصحف نشرت الموضوع ونشرت الصوره معه. لما انا بجي باخذ هيدي الصوره بعملها كوبي وبفوت على ويب سايت ثاني اسمه تايني اي سيرش،
تايني اي سيرش هو ويب سايت بيعمل مراجعة عكسية للصورة أو للخبر اللي أنا بعطيه، ولكن هي بتعتمد على الصور بشكل مباشر. بعطيها أنا الصورة، بجيب لي أنه هذه الصورة مستخدمة بسنة 2023 بشهر 5/24/5 سنة 2023. طب أنا كيف بدي أعرف أنه في موقع هيك؟ أنا ما عندي قد يكون خبرة بالمواقع. ليه أي شخص يعني سهل يكون عنده خبرة بهالمواقع ليتأكد ويتفحص؟ ما هو ما بيقدر، عشان هيك نحن اليوم عم نخبر المشاهدين كيف بيقدروا يعرفوا يتحققوا من هذه الأخبار. أعطينا أسماء مواقع يعني. أول واحد اسمه 10i. 10i مثل ما بعرف إذا عم يقدروا يشوفوا المشاهدين معنا اليوم. 10i بيقدر يفوتوا عليه 10i.com، بيقدر يحطوا الصورة يلي بدهم إياها، ومن بعدها بيقدر يبين عندهم وين موجود هيدا الخبر على منصات تانية أو على مصادر تانية موجودة. بيطلع معهم أنه هو أصلا مش موجود إلا بس اليوم بسنة بجون 23/2024 اللي هو اليوم. اليوم بلا، وموجود عندهم بسنة 2023. عندك مواقع تانية؟ في موقع تاني اسمه موقع تاني اسمه ميديا بايس فاكت تشيك. ميديا بايس فاكت تشيك هو منصة أمريكية عملت لحتى تحدد ميثاقية، خلينا نسميها كريديبيليتي، موثوقية هيدي المنصات أو هيدي الصحف اللي نحن بنشتغل عليها. بتقيم المنصة أو بتقيم الصحيفة أو المصدر على أساس أنه هو يميني أو يساري. اليميني اللي هو بيكون بايست، بيكون هو منحاز إلى جهة معينة، ولهذا السبب نحن هون بنعتبر أنه هيدي الصحيفة الأخبار اللي تطلع منها لازم نحن نكون على حذر. كمان هون بيأكد أنه هي يمينية، بيأكد أنه هي فاكتوال ريبورتينج، الأخبار الصحيحة اللي بتحطها مخلطة ميكست. وبيحكي شغلة كتير مهمة هو عم يشرح عنا، انه صحيفه ذا تيليجراف بتعتمد على الوردز اوف ايموشن، يعني بتهول بالكلام يلي بتحطه لحتى تضخم الخبر يلي عم تعطيه، سواء هو صحيح ولا مش صحيح هذا موضوع ثاني، ولكن الخطر الاساس بهيدي المنصه ان هي بتعمل هيك. هلا في شغله ملفته هون، بنرجع اذا بنسال ونقول نحن اليوم المواطن ما لحق يحضر معنا الحلقه ويعرف هيدي الشغلات، بحث سريع جدا على جوجل صحيفه ذا تيليجراف، الاخبار المفبركه عن صحيفه ذا تيليجراف، بيطلع معه كثير، وحده منهم مثلا بسنة 2019 ميلانيا ترامب اللي هي السيدة الأولى بأمريكا سابقا رفعت دعوة على صحيفة ديلي تيليجراف اللي هي صحيفة ذا تيليجراف كمان، لأنه ارتكبت أخطاء وذكرت معلومات مفبركة ومضلة باتجاه هذه يعني إلى سوابق. يعني إلى سوابق. لما أنا بجي بفتش اليوم هذا البحث السريع بدي يكون عندي تروي لحتى أنطر مصادر الموثوقة يلي أنا بوثق فيها. اليوم نحن بلبنان في عنا مصادر موثوقة بتعتمد على كل شخص. لما أنا اليوم بدي أجي فتش على هذه المصادر الموثوقة بلبنان، نحن اليوم الموضوع بخص مطار رفيق الحريري الدولي، بجي أنا بفتش أنه هل طلع في بيان خاص من المطار بيأكد ولا بينفي هذا الخبر؟ نعم ولا لا؟ يوم أنا بدي ألحق الخبر المصدر الأساسي الموثوق، وإذا ما قدرت بتروى بنشر الخبر. بس شو بدي أقول لك، إذا القنوات العربية هي اللي أكثر سارعت من الـ يعني الناس والشعب، يعني هي لازم صح. تتحقق ما تحقق، هي اللي لازم يعني المؤسسات هي تكون الأولى أن تحقق بهيدي الأخبار. صحيح. تابعتها واستقبلت ضيوف وعم بتحلل وصارت بمراحل متقدمة 100%. فنحن هون بنجي بنقول أنه مشكلة مع مطار رفيق الحريري الدولي، بنجي نحن بنقول القيمين على المطار هل هن قاموا بتصريحات معينة بتأكد إذا نحن عن جد صار هذا الشيء مزبوط ولا لا؟ إذا ما صار هذا الشيء نحن كأفراد بنتجنب أنه نحن نعمل إعادة نشر سواء بس يمكن الخطر لارا قد ما صار في تكثيف، يعني مش بس كان في هذا الموضوع، حتى بالأمس كان بأحد البرامج المصرية إعلامي مشهور مصري قال 250 ألف لبناني غادروا لبنان وحط الصور والفيديو وقال من كل الجنسيات وسحب سفراء. اليوم بالذات شخص كويتي نوجه له تحية كان بمطار بيروت وصور وقال الحركة جدا طبيعية. يعني حتى الكويت استفز، يعني مش لبنان، الكويت استفز من الأخبار الكاذبة. 100%. وهون خطورتها أنه كان فيها تكثيف قدي فعلا هي بتأثر. في صورة انتشرت أنا ما صحلت الفرصة أن أجيبها، مثل ما عم تتفضلي قنوات عربية كتير كتار عم يحكوا عن نفس الخبر أنه صحيفة ذا تيليجراف تعلن عن كذا وكذا وكذا، وبالتالي هون نحن التروي كأنه إجاهن الأوردر أو الأمر بأنه إجاهن الأمر. هذا الشيء هون يعني مثل ما في جهات معنية بتشتغل لأفراد معينين، في صحف بتشتغل بأهداف خاصة بأهداف معينة. لما نحن نكون اليوم بنعرف الأهداف تعليات هذه الصحف أو بنعرف الأهداف تعليات هذه الجهات السياسية يعني عم تشتغل، بحطم علينا هالموضوع كأشخاص
جزء لازم يكون جزء من الحملة التوعوية بالمجتمع وبالعالم انه انتبهوا انتم من وين عم تاخذوا هذه الأخبار. قد في دفع هالمصاري؟ قد في يعني عم بينحط مصاري في مقابل كرمال هالدعاية؟ في مصاري كثير، بس بالمقابل اليوم اذا نرفع عليهم دعوة ما رح تسقط عنهم الدعوة بما لا يقل عن 3 مليون دولار، وهيدي وحدة من الشغلات يلي اضطروا انهم يدفعوها للقضية اللي رفعت عليهم السيدة الأولى سابقا ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فهن هون بينلعب على هذا الموضوع على الحبلين خلينا نسميه. كل الشكر لك لارا وهبي مهندسة ذكاء اصطناعي على المشاركة معنا في المشهدية. مشاهدينا بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.